مشاهدينا الاعزاء، اسعد الله اوقاتكم بكل خير عبر شاشه تلفزيون السلام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من مسابقه اهل رمضان. اليوم مسابقه اهل رمضان تحت رعايه شركه تواجن فلسطين عزيزه، ولطالما كان الهدف الاساسي من تاسيس الشركه توفير سلعه وطنيه تخدم القطاع الزراعي في فلسطين. شركه عزيزه تنتج الاعلاف الحيوانيه وبيض التفريغ وصوص اللحم، ومنتجها صحي وذو جوده عاليه وباستخدام احدث التقنيات. اكيد شركه عزيزه تكافح البضائع الاسرائيليه المهربه وتسعى لتطوير القطاع الزراعي. كل التحيه لكم مشاهدينا عبر شاشه تلفزيون السلام. اكيد كمسابقه اهل رمضان نحن في الشارع مع المواطنين نسالهم برعايه شركه عزيزه، واكيد في جواز. خليكم معنا لا تذهبوا بعيدا. كل عام وانت بخير. وانت بخير. عارفين عن نفسك؟ مسديل سيف من ذنابه. اهلا وسهلا فيك، كيف شايفه اجواء رمضان؟ إيه والله يعني الحمد لله منيحه ماشي حالها. في الايام الجايه ان شاء الله بتكون احسن يعني. ان شاء الله ان شاء الله. يعني بالعاده احنا بنسال شو فطوركم اليوم، انت شو فطورك اليوم؟ لبن. بالعاده الناس تفطر اول يوم لبن، مالك متاخره؟ والله طبخنا ملوخيه. يلا بتكش لا الابيض يزعل ولا الاخضر؟ ردنا الاخضر. طيب يلا تمام التمام. اهلا وسهلا فيكي. اليوم احنا عندنا مسابقه عبر شاشه تلفزيون السلام، هي مسابقه اهل رمضان برعايه كريمه من شركه دواجن فلسطين عزيزه، بتعرفيها؟ بنعرفها نعم. شو بتعرفي عن عزيزه؟ ما شاء الله بضاعة ممتازة وإنتاج يعني ألف. بتجربي الدجاج تبع سبي؟ دجاج عزيزة عمرك جربتي؟ جربناه طبعا. أكيد لأنه هو فيه منه دجاج طازج مجمد بلبي كل الأذواق، وأكيد كمان عزيزة بتنتج الأعلاف وتفريغ البيض التفريغ والدجاج اللاحم إلى ما آخره. طيب أهلا وسهلا فيك كمان مرة. عندنا سؤال لك بتجاوبيه صح بتاخذي جائزة، مستعدة؟ إن شاء الله. السؤال هو كالتالي، بقول ما هي أول عملة في تاريخ الإسلام؟ الدينار. كمان مرة، ما هي أول عملة في تاريخ الإسلام؟ الدينار. جواب نهائي؟ نهائي. يعني أعتمد؟ اعتمد. بدي أعتمد، وأكيد إلك أحلى جائزة من شركة دواجن فلسطين عزيزة. هي جائزتك عبارة عن قسيمة شراء، كيبون شراء. وشو بتحب تحكي لعزيزة؟ شكرا يعني على المبادرة الحسنة والتشجيع للناس في رمضان. شكرا لك، كل عام وانت بخير. وانت بخير، رمضان كريم على كل صحه. اكيد متواصلين معكم مشاهدينا، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير ان شاء الله وصحه وسلامه. الله يخليك، تعرف عن نفسك؟ رامي الطياح طول كرم. اهلا فيك اخ رامي، كل عام وانت بخير. شو؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير. طيب مالك هيك؟ صايبتك رجي ولا صايب؟ طيب صايب. شو اسمك؟ محمد الطياح. اهلا وسهلا فيك، شو مكتوب لك رامي؟ عمي. يا سيد الله يخلي لك عمك، واكيد خلي لكم اياه. الله يبارك. اليوم تخبرنا شو بتعرف في افطارك، شو راح يكون تعرف؟ إيه والله لسه يعني ما اخذناش فكره من الاهل، اما اكيد يعني ايام رمضان غنيه بالماكولات الشهيه ان شاء الله. شو اكثر هيك اكله بتفضلها في ايام رمضان؟ اللبن. اللبن؟ اللبن. يا سيدي ان شاء الله بيطلع حظك لبن، مع انه حاسس انك ماكل لبن اول يوم. اول يوم اكيد. ان شاء الله. وانت شو بتحب في رمضان؟ شنتسل؟ لا فازيله. فازيله، ان شاء الله اليوم يكون حظك كمان له علاقه بالفازيله. فازيله عجاج صح؟ دجاج عزيزه يعني. دجاج عزيزه طبعا، لانه عزيزه هي بترعى برنامجنا اليوم في مسابقه اهل رمضان. تعرف شركه دواجن فلسطين عزيزه؟ طبعا نسمع فيها، يعني سمعتها يعني لها صيت كبير في فلسطين. وعمرك جربت شيء من الدجاج تبعها؟ طبعا منتجاتها الدجاج بالذات يعني اشتريناه اكثر من مره واستخدمناه. ممتاز ممتاز. طبعا هي شركة دواجن فلسطين عزيزة تأسست في عام 1997، وأكيد هي يعني بتأكد على المنتج الفلسطيني دائما وأبدا، وهي تحارب أيضا التهريب من المنتجات الإسرائيلية ولا ما آخره، وتدعم الأسواق في كل ما يتعلق في الأعلاف وأيضا البيض التفريغ ولا ما آخره والدجاج اللحم. اليوم عندنا سؤال لك في مسابقة رمضان برعاية عزيزة. السؤال إن شاء الله راح يكون سهل، مستعد؟ تفضل. وتحاول تساعده كمان. أكيد. طيب خلينا نشوف شو السؤال اللي لك اخ رامي معنا هون. السؤال ان شاء الله بيكون سهل جدا. السؤال هو بتعرف الجغرافيا منيح؟ يعني ماشي على الصحيح. طيب ماشي. ما هو اسم ابو جهل؟ الاسم من ابو جهل بس له اسم. ابو جهل؟ عبد الله؟ لا ابو جهل. راح اوكي انا راح احاول اساعدك واعطيك خيارات، بس ما هو اسم ابو جهل؟ احنا نعرف ابو جهل ولكن له اسم. ابو جهل
وعلى فكرة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ما خابنيش الظن قال في العمرين، وكان قصده عن أبو جهل، عمر بن الخطاب وأبو جهل، بس مش عمر هو دربان. شو خيارات عندك؟ طيب هالخيارات اللي عندي، هل هو عمرو بن القعقاع، عمرو بن هشام، عمرو بن الحطيئة؟ نمرة اثنين. شو نمرة اثنين؟ ابن هشام. عمرو بن هشام. ابن هشام. مين نكلك إياه؟ والله الكل بنكل قاعد. الكل بنكل قاعد. طيب يا سيدي أنا أعطيته ثلاث عمرات، حاب يختار أنت، يعني مسؤول عن إجابتك. إجابة نهائية. نهائية. إجابة نهائية يا سيدي، يلا روح وهي ربحناك جائزة من شركة دواجن الفلسطين عزيزة. تفضل. الله يخليك. أكيد ألف مبروك. الله يبارك فيك. عجك إنه راح يجيب مساعدة صديق مش حدا في إجابتين. الله يخليك. الله يخليك. شو تحب تحكي لشركة عزيزة؟ بنشكرهم، نتمنى لهم دوام التطور والنجاح وللأمام إن شاء الله. إن شاء الله. كل عام لكم، يعطيكم وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. عرف عن نفسك. دكتور رائد أبو صفية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا دكتور. بشكل عام كيف شايف أجواء رمضان؟ والله أنا يعني بالنسبة للسنة ما شاء الله كل إشي كويس وماشي تمام. تمام الحمد لله. شو أكثر طبخة بتحبها في رمضان؟ والله أنا مش برمضان، بالوضع الطبيعي ملفوف. أكلت لحد الآن؟ لا برمضان. بتستنى فيها برمضان؟ لا بتستنى فيها برمضان ان شاء الله. انا خايف اليوم حظك يطلع ملفوف. لا اليوم ملوخية ان شاء الله. ملوخية يا سيدي، الف صحة وعافية ان شاء الله. بنتمنى لك صيام مقبول وافطار شهي. اليوم عبر شاشة التلفزيون السلام في عنا مسابقة اهلا رمضان برعاية كريمة من شركة دواجن فلسطين عزيزة. بتعرفها؟ نعم. شو حكينا عن شركة عزيزة، شو بتعرف عنها؟ يعني انه الشركة على طريق عنبته موجودة وبتكون يعني جاهزة، منظفة وجاهزة الدجاج عزيزة، يعني محطوط ببكت و... تشتري منه؟ والله احيانا حسب الفضاوي، يعني اذا كنت مروح مثلا من نابلس من شغلي، شايف كيف يعني، بميل على بعض السوبر ماركتات او شغلات زي هيك، ما هي متواجد بكل الاماكن. صحيح اكيد عزيزه متواجده في كل الاماكن ولها نقاط بيع في كل الاماكن. واكيد عزيزه بنحب ناكد كمان مره انه هي شركه فلسطينيه ومنتجها فلسطيني، ومهمتها ايضا ان ترفد الاسواق بالمنتجات الفلسطينية من الدجاج والأعلاف وبيض التفريغ وأيضا الدجاج اللحم. يا سيدي أهلا وسهلا فيك كمان مرة حبيبي. الله في عنا سؤال لإلك. طبعا إذا بتجاوبوا صح بتربح معنا جائزة من شركة عزيزة، شركة دواجن فلسطين، وإن شاء الله بتجاوبوا صح وإحنا عنا ثقة أنك راح تجاوبوا صح. دكتور السؤال راح يكون كالتالي، ما هو مقياس سرعة السفن؟ مقياس سرعة السفن العقدة أعتقد. جواب نهائي. جواب نهائي. يعني عقدة بالميل. العقدة ولا الميل؟ لا ما هو ثواني. خربطوش يا جماعة. أعتقد بجوز ميل عقدة هيك. خليك على أول. خلص صير. شو الأول؟ العقدة. يا سيدي خليك على أول ودائما أنت الأول، وألف ألف ألف مبروك يا دكتور، أكيد ربحت معنا جائزتك من شركة دواجن فلسطين عزيزة. هي عبارة عن كيبون شراء تتوجه من أجل الشراء مشتريات وأيضا بقيمة الكيبون. شكرا لك وكل عام بخير. وأنت بخير حبيبي. تحكي لعزيزة. موفقين إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. تسلم. دجاج عزيزة دجاج صحي ومدلل، يتغذى على علف نباتي 100% ويخضع لفحوصات مخبرية ورقابة عالية. دجاج عزيزة منتج فلسطيني بجودة مضمونة، كوني مطمئنة 100%. عزيزة طبيعي أطيب. كل عام وانت بخير. انت بألف خير وصحة وسلامة. عرفت عن نفسك؟ فادي بريكي.
فادي، كيف شايف رمضان وأجواء رمضان في أيام الأولى؟ والله أجواء رمضان الحمد لله الأمور بخير والحمد لله، بس شوي الحم مأثر طبعا، ما أنت عارف فصل الصيف، ولكن كان سهل أول يوم تغلبنا فيه، ولكن مشى رمضان والحمد لله والأمور بخير الحمد لله. الحمد لله إن شاء الله. شو اليوم هيك حابب تفطر؟ والله اليوم إن شاء الله حابب أفطر صينية لحمة. لحمة شو بالضبط؟ اعترف. لحمة دجاج. لحمة دجاج؟ أرخص. دجاج؟ دجاج. يا سيدي صينية لحمة دجاج إن شاء الله بتكون هيك صحة وعافية عليك، وإفطار شهي وقبل صيام مقبول. على قلبك إن شاء الله. اليوم إحنا عندنا مسابقة أهلا رمضان برعاية كريمة من شركة دواجن فلسطين عزيزة قصة الدجاج. يلا. أكيد أنا بتمنى يكون يعني اللي أنت بدك تفطره اليوم من شركة عزيزة. لا إن شاء الله إن شاء الله، أنا بشتري من عند عزيزة بس من المحلات اللي بتوزع لها طبعا. أكيد بالنقاط البيع. نقاط البيع الموجودة اللي بتوزع لها عزيزة بنشتري منها أكيد. شو رأيك بدواجن عزيزة؟ لا منيحة، الجودة تبعتهم ممتازة، ويعني الدجاج نظيف بصراحة، ولا جودتهم يعني مش متعوب عليه، يعني الدجاج مبين واضح. كل الاحترام، وان شاء الله يعني بيكون فعلا ضلها عزيزة هي الشكل الافضل للمنتج الفلسطيني في موضوع الدواجن والدجاج الطازج والمجمد والاعلاف والى ما اخره. عندنا سؤال لك. تفضل. مستعد؟ مستعد. خلينا نشوف شو السؤال اللي انت راح تجاوبه وايش ممكن يكون اجابتك، ونفس الوقت نشوف اذا راح تربح معنا. طيب السؤال هو كالتالي. بديش اكثرها عليك او بديش يعني تكون شوي صعبه، ولكن راح اسالك من هو النبي الذي اقام طالوت على اليهود ملكا؟ داود طبعا، سيدنا داود عليه السلام. السؤال كمان مره، في ناس قاعده تطلب ان اعيده. من هو النبي الذي اقام طالوت على اليهود ملكا؟ اقام طالوت على اليهود. قلت انت بالاول؟ سيدنا داود عليه السلام. متاكد؟ متاكد. ولاش بس صوت طلع من ورا يا جماعه. بسيطه بسيطه. هذا شكله يعني كله بقول لك الاجابه صح. إيه. شو رايك؟ الله انا هيك شايف. هيك شايف. يا سيدي بحب ابشرك انه الاجابه صح. وهي هديتك. هي هديتك من شركة دواجن فلسطين عزيزة، أكيد ألف 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 مبروك. يسلموا. الله يبارك فيك ويخليك ويسعدك. شو بتحب تحكي لشركة دواجن فلسطين؟ بحب أحكي إن شاء الله إنه بتقدموا إلى الأمام وبينجحوا مزيد من النجاح والتطور والرقي لخدمة الشعب الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني. كل عام بخير. أنت بخير. عارف عن نفسك؟ مصطفى المدني. أهلا وسهلا فيك. أجواء رمضان هيك كيف شايفها؟ والله أجواء كويسة ومنيحة، يعني البداية يعني هسه الناس يعني شوي تعبانة، الحركة فيها خفيفة هسه. بحس إنه الحركة يعني بتزبط كل يوم عن يوم. لا صحيح صحيح، بس هي يعني كل ما تقدم رمضان كل ما صار في حركة، زائد إنه عامل الوظيفة له دور اللي هو الموظفين. موظفين أكيد. ما قبضوش، ما بكريات يعني يصير في نشاط اكثر ان شاء الله. ان شاء الله دائما ان شاء الله بيعم علينا الخير في هالبلد هاي. اليوم على شاشة تلفزيون السلام وبرعاية كريمة من شركة دواجن فلسطين عزيزة. بتعرف شركة دواجن فلسطين؟ بعرفها، شركة وطنية وممتازة اكيد جربت الدجاج اللي بتنتجه عزيزة. الله بعض الاحيان باخذ منها ممتازة، يعني شركة ممتازة. أكيد الشركة هي بكفي إنه منتج فلسطيني بيد فلسطينية، وهي شركة أكيد وطنية، ومهم كثير إنه إحنا نجرب ونساند هيك شركات. راح يكون سؤالك لليوم في مسابقتنا رمضان عبر شاشة تلفزيون السلام كالتالي. من هو مؤلف سلسلة العبقريات في الأدب العربي؟ أعتقد طه حسين. لا. هون اجيب محفوظة مش لا، يعني انت جاي على المنطقة اللي صح، بس يعني مش كثير. ما هي بنفس الوقت السؤال تبعك هذا يعني الايام هاي انا مش عارف كيف ابتعدت الناس عن الكتاب هاي. طيب خلينا نشوف شو هون حكى الشباب. شو قلت؟ إلي ابو ماضي. إلي ابو ماضي، عرف عن نفسه؟ احمد بدر. اهلا وسهلا فيك. لا مش إلي ابو ماضي. مين بدر؟ شو رايك؟ شو رايكم؟
كمان مرة. السؤال هو كالتالي: من هو مؤلف سلسلة العبقريات في الأدب العربي؟ نجيب محفوظ. أدب العرب. لا مش نجيب محفوظ. أي واحد ألفها. أي واحد. شو عارف اسمه؟ طيب أنا بدي أرجع للأخ مصطفى أعطي خيارات، لأنه واضح إنه السؤال صعب وأنا قلت لكم من البداية إنه السؤال صعب. الخيارات هم مستعدين للخيارات؟ الخيارات: هل هو عمرو ابن هشام أم العقاد أم المتنبي؟ العقاد. العقاد لا. لا العقاد مطبوش. العقاد المتنبي. الواحد أول واحد عمرو بن هشام. المتنبي. المتنبي. ليش؟ اللي قلته آخر واحد. عمرو بن هشام. شكرا. العقاد. العقاد. نعم. جاب نهائي. العقاد. 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 العقاد صح. ألف ألف مبروك أستاذ مصطفى. هاي جائزتك من شركة دواجن فلسطين عزيزة. شو بتحب تحكي لشركة دواجن فلسطين عزيزة؟ والله شركة يكفينا، هي شركة وطنية بامتياز، وبنفس الوقت بتحد من عملية البطالة، يعني فيها آلاف العمال الفلسطينيين، ونتمنى لها التوفيق والازدهار إن شاء الله. وأكيد جائزتك عبارة عن كبون للشراء مستلزمات من نقطة بيع العزيزة. شكرا لك وكل عام بخير. الله يبارك فيك وانت بخير. مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم من مسابقة أهل رمضان، أكيد برعاية كريمة من شركة دواجن فلسطين عزيزة. مشاهدينا شفنا واطلعنا أكثر على إجابات المواطنين على أسئلتنا، وشفنا اللي ربحوا معنا. أكيد نتمنى دائما الحظ للجميع. شركة دواجن فلسطين عزيزة هي شركة رائدة في المنتج الفلسطيني. دائما كونوا معنا، ولنا لقاء سيتجدد بكم إن شاء الله في مسابقة أهل رمضان. إلى حين اللقاء نستودعكم الله إلى اللقاء. أهلاً.